الخبر الاول اللي عدنا عن شادي وهيا وتهجمهم وسبهم القناة مملكة القصص. طبعا ما يعرف شو اللي صاير، فبالبداية نزلت هذا المقطع اللي شفت به حقيقة انه شادي وهيا خافين اسم انس واصالة من التعليقات اللي عدهم. طبعا الخبر كان حقيقة 100% وكان به دليل بالمقطع، ولكن من الواضح انه شادي وهيا حبوا يكذبون على متابعيهم، فما يعرفوا شو اللي صار، فاول شيء قرروا انه يشيلون انس واصالة من كلمات المحظورة اللي عدهم. اما ثاني شيء سووه فنزلوا هذا المقطع حقيقة مشكلتنا ويا انس واصالة، اللي يوضحون به انه ما عندهم مشكلة ويا انس واصالة، وكانوا يقولون انهم ما خفوا اسمهم من التعليقات، وانه ما حطوا القصة كلها براسي وصاروا يتهجمون علي. وات ايش فيه؟ رغم مثل ما قلت لكم كل اللي سويته اني قلت خبر وكان حقيقه مؤكده وكان به دليل. فحاليا راح نستعرض لكم مقطعهم واللي حرد عليه اكيد بكل احترام. فاول شيء قالوا انه شرحوا الموضوع معناته مشكله واي يوتيوبر، وبعدين جابوا اسمي. ما تفكروا انه اي حدا بيجي بيحكي لكم والله شادي وانس في بينهم مشكله، هيا واصاله بينهم مش... ما في هيك شيء، ما في بينه وبين هدول الجماعه الا كل خير. رد بسيط بالمقطع اللي نزلته اني ما قلت انكم بيناتهم مشاكل، وحتى بالمقطع الثاني اللي نزلته كان اكو بيه غلط بالمونتاج، انه بدل ما اقول انس واصاله شالوا الفولو من يحيى واحط صورتهم، قلت انه شالوا الفولو من يحيى ولكن حطيت صوره شادي، ولكن على مود ما يتعرضون للتهجم واكون ناقل الخبر غلط قصيت اللقطه من اليوتيوب من الاساس. فبس حبيت اوضح انه انا ما قلت بيناتهم مشاكل، مجرد اكشفت حقيقه لغاهم لاسم انس واصاله. خلينا نكمل المقطع. فما يجي مملكه الروايات ولا مش عارف مين. اوكي بعد لا سيدها. هو سبب الفتنة بكل اليوتيوب، عم بيحاول يوقع اليوتيوبرز ببعض. طبعا هنا يتهجمون علي ويتهمون انه انا سبب المشاكل، رغم ان كل اللي سويته مجرد كشفت حقيقة لاخفاهم اسم انس واصالة. الموضوع كان به دليل اصلا، وبالنهاية اليوتيوبر هو اللي يلغي اسم شخص من التعليقات اللي عنده، فوين المشكلة اذا انا طلعت وكشفت هذه الحقيقة؟ فكل اللي سويته مجرد انه نقلت خبر على اليوتيوبر انه هو لاغي اسم يوتيوبر ثاني، فلو يوتيوبر ما يريد يسرقوا هذه المشاكل، كل اللي يسويه مجرد تضغط علامة غلط او تمحي كل الاشخاص اللي لاغيهم الكلمات المحظورة، لكن يعتبر اتهامهم القناة اخبار انه هي جالسة تسوي فتن وتسوي مشاكل، هذا الشيء غلط. ومثل ما قلت قبل انه هي حريه شخصيه وما حد يقدر يوقفني، وبالنسبه انه انا من دخلت اليوتيوب صارت اكو مشاكل بي، فاني منزل مقطع قبل 4 شهور واستعرضت به المشاكل اللي صايره باليوتيوب قديم، فاليوتيوب العربي كنا نعرف انه هو بمشاكل سواء انا موجود بيه سواء ما كنت موجود بيه، ولكن كل اللي صار مجرد صارت اكو قناه اخبار تنقل هذه الاخبار المشاكل وتوضحها للناس بدل ما هي مخفيه. بس يا حبايب اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وحركه هيا وشهد وتهجمهم علي. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو نورمار، فنور نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذا الستوري اعلن من خلاله انه راح ينزل مقطع باكر على الساعه بالاربع، وهذا المقطع راح يكون ويا قمر مار. يب ويا قمر، ولكن اتوقع انهم مصورين قبل ما قمر تسافر للعراق. طبعا فكره المقطع فراح يكون عن اختر زوجتي المستقبليه من اليوتيوبر، وبنفس الوقت نزل ستوريات ثانيه يقول بها انه هو صور هوايه مقاطع وراح تنزل لنا بالمستقبل منهم يوم السبت، وراح احط لكم هذه الستوريات تشوفوها. خير بكره في فيديو جديد على اليوتيوب على قناتي الثانيه، خليكم جاهزين الساعه 4، فيديو حريقه اخترت فيه زوجتي المستقبليه مع عمر، خليكم جاهزين بكره على الساعه 4. يا جماعه صورنا لكم فيديوهات كثير حلوه تفرجوا معلكم طويلة، صورنا لكم فيديوهات كثير حلوة راح ينزلوا يوم السبت. هذا الفيديو، هذا الفيديو دمار خراب وسلسلة جديدة للقناة راح تكون، خليكم جاهزين يوم السبت الساعة 4. الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة شهد وسمد واخفوهم الاسم يحيى وسحر من التعليقات، وبهذه الحال يكونوا خفوا اسم انس واصالة ويحيى وسحر من التعليقات. اما بالنسبة للدليل لو ندخل على اخر مقطع نزله وننزل بيع التعليقات ونكتب يحيى وسحر، بعد نروح على كلمة الاحدث اولا على مود نحفظ تعليقي ونحفظ تعليق الاشخاص على القوة ورايا، بعد ما نحفظ التعليق زين نروح نغير الحساب عم نشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا، وبعد ما غيرنا الحساب وننزل بيع التعليقات ونروح على كلمة الاحدث اولا عم نشوف تعليق ظهر او لا، راح اشوف انه تعليقي ما ظهر وانما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظهر. ما ادري صراحة اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات لكم هذا الخبر وش رايكم حركه شهد وسمد وبلغاهم اسمين يوتيوبر كبار. الخبر الرابع اللي عدنا عن واخيرا ظهور ام سيف الحقيقي بعد كل اللي سوته بالسوشيال ميديا. ام سيف ظهرت بحد المقابلات على قناه البي بي سي العربيه واللي شرحت بيه انه هي بخير وما بها اي شيء وانه هي مو مخطوفه اصلا. بس الوقت سالوها هوايه اسئله راح استعرض لكم اياها، واحد من الاسئله اللي سالوها انه ليش قطعت اليوتيوب، فترد علي ام سيف انه هي حاليا تعبانه نفسيتها، راح احط لكم هذه اللقطه شوفوها. اول شيء انا كنت راح اترك قناتي على اليوتيوب بسبب ضغط نفسي ومسائل جدا شخصيه صراحه ماني حابه احكي عنها حاليا بالوقت الحالي. اما السؤال الثاني فهل ناويه ترجعين ليوتيوب؟ انه هالفتره راح ترجعين؟ نحط لكم اللقطه هذه شوفوها. يعني هل سيكون الترك؟ حاليا انا تعبانه وما بعرف راح افكر اذا راح ارجع او لا. فطبعا جواب ام سيف سبب كثير من التهجمات عليها، فالمتابعين يقولون ما دام هي ما متاكده تترك اليوتيوب او لا ما كان اكو داعي تنزل هذا المقطع، فصاروا يوضحوها هوايه انه هي اللي سوتها على مود المشاهدات، طلعت في هذه المقابله بهذه الحاله عم تستعطف الناس وينسون الموضوع، يتوقعون انه بعد فتره راح ترجع لليوتيوب وكانه كل شيء ما صار، وبما انه ام سيف بخير من الاساس وما كانت مخطوفه فليش تاخرت 3 ايام لحتى طلعت ووضحت الموضوع هذا؟ الا اذا هي كان عاجبها هذه الاشاعات عم تجيب المشاهدات على مقطعها، صح ما ادري هذا كلام المتابعين، اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. وبس والله وصلنا نهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا بالقناة، اشتركوا في زي مقاطع مملكة القصص، وبس مع السلامة.